هم شايفين الأستاذ إسماعيل فهمي شايف أنه الموقف السابق لحضرتك ده معناه أنك كوزير أيضا بتستهدف الاتحاد، عايز الاتحاد يموت وفقا لكلامه. اتفضل. هقول لك على حاجة. اتفضل يا فندم. أنا لا أبرر موقفه ولا أدافع عنه. أيوه. لكن أنا كان واجب عليا باعتباري وزير أن أشيل اسم مصر من القائمة السوداء اللي حطينا فيها اتحاد العمال. دي نمرة واحد. أيوه. وإنما أنا يعني ألمي الشديد مش إن الاتحاد بيهاجمني، ده مش جديد عليا. أيوه. ده الكلام ده من سنة 91. إنما ألمي الشديد إنه يكون على رأس الاتحاد إسماعيل فهمي وإنهم يتمادوا في الوقائع المغلوطة بهذا الشكل، لأن أنا لما عرفت إن إسماعيل هو اللي جه على رأس الاتحاد كنت أود أن أتصل به وأن أهنئه وأن أطلب منه إنه يلم الشمل ويعيد اتحاد عمال مصر إلى الطريق الصواب. النهاردة هم مسوني لكن أنا مش فاضي لهذه المهاترات. أيه. ولن أرد على ما قيل، أنا عندي ردود كتيرة جدا جدا لكن لن أرد على ما قيل، لأن أنا الوزارة عندي مهام لم تكن تقوم بها الوزارة من قبل ويجب أن أؤديها في خلال المرحلة المقبلة، وليس لي عداء مع أحد، وأنا إسماعيل يعرف كويس كيف أقدره وكيف أحترمه. هل ده معناه أنه ممكن حضرتك يبقى فيه اجتماع أو لقاء؟